استضافة لمحللين فنيين وأبرز الوجوه الرياضية مع تحليل للمقابلات في قلب المونديال. في قلب المونديال كل خميس وجمعة السبعة متاع العشية على الحياة FM. عيش المونديال. السبعة وثلاثاشن دقيقة أكيد في قلب الحياة تعيشوا المونديال من جديد. مستمعينا الكرام مرحبا بكم اللي تابعوا فينا على 93 راديو الحياة FM للصحة أو على 98.9 راديو بلاتين تونس الكبرى. كذلك نجموا تسمعونا في بث مشترك, تنجموا كذلك على سيت ويب www.الحياة FM.net, وكذلك نجموا تتفاعلوا معنا على الصفحة الخاصة للإذاعة من قلب المونديال. أكيد كل خميس وجمعة من السبعة حتى للتسعة متاع الليل كل الكواليس والأجواء والتصريحات والمتابعات الحينية والحصرية مع مبعوثنا حمدي فريد من قلب الحدث تيلة الدورة في المونديال, إضافة إلى التحاليل الفنية في برامجنا الرياضية. في حصتنا اليوم إن شاء الله باش نتناولوا عديد المواضيع. الجزء الأول إن شاء الله بعد قليل روبورتاج خاص توقعات الشارع الرياضي قبل مباراة تونس وأستراليا والأجواء في القيروان. الجزء الثاني نقطة خارجية مباشرة من قطر مع مبعوثنا حمدي فريد, آخر تحذيرات المنتخب الوطني التونسي والتشكيلة المحتملة للنصور أمام المنتخب الأسترالي. الجزء الثالث نقطة كذلك خارجية من تونس العاصمة مع زميلنا وسام القرقني, نقل الأجواء والتوقعات قبل مباراة يوم غد, ونختم بالجزء الأخير عودة لمباريات اليوم والنتائج الحاصلة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى والثانية, وعودة للحديث على خروج أول منتخب عربي من المونديال دون انتصار بعد زوز جولات. ونذكر بالنتائج اليوم, إيران كان فاز على ويلز 2-0, قطر كان انهزم أمام السنغال 3-1 ورسميا يغادر المونديال, هولندا والإكوادور في اللحظات الأخيرة خلينا هدف مقابل هدف, وثمانية متاع الليل أمريكا تواجه إنجلترا. أكيد هذا بالنسبة للبرنامج اليوم. نرجع من جديد لحصتنا ونرحب بمحللنا الفني القار سي شكري بلك. مرحبا بي. مرحبا عبد الله, مرحبا بالحضور, مرحبا بكل مستمعي ومستمعات راديو حياة FM. مرحبا بك سعد مجيد. مرحبا بك, تحية ليك, تحية لكل السادة المستمعين على مكان, وإن شاء الله غدوة مربوحة المنتخبات. أكيد الدخلة متاعنا اليوم باش ندخل بزوز يعني أخبار رياضية. تخبر له المقابلة ودي شبيب القيرواني لعبت اليوم ضد القادسية السعودي, انتهت بالتعادل 3-3. القادسية السعودي درب فيها مدرب الشبيبة سابقا ولعب السابق للشبيبة لحبيب بورمضان اللي في تربص في مدينة سوسة. المقابلة الأولى كانت 3-3, وخبر الثاني في كرة السلة في منذ قليل نهاية المباراة بانتصار النادي الإفريقي على الشبيبة القيروانية في رادس 88-61, انتصار النادي الإفريقي. والشبيبة إن شاء الله نهار 3 باش تلعب المقابلة ضد الاتحاد الرياضي المنسيري في قاعة القيروان. زوز أخبار رياضية بالنسبة للدخلة متانا اليوم, نخلي الدخلة لسي شكري ثم لسعد مجيد. هنا باش نعمل تكسيرة, باش نعمل مراوغة بالناس الكل. اليوم كان اليوم الدور النهائي الجهوي للكروس كونتري ألعاب القوى في فسقية الأغالبة بحضور السيد مندوب الجهوي للتربية بالقيروان, مندوبة جهوية للشباب والرياضة بالقيروان. نهائيات هذه امتدت حتى تقريبا يمكن بعد المغرب لين تلامت الدنيا شوية. كانت أجواء ممتازة وممتعة جدا, يعني معاك العفوية متاعك الصغيرات وكالتتويجات, يعني شفنا مدارس ابتدائية, مدارس إعدادية, معاهد ثانوية, أجواء ممتعة الحقيقة. هذه هي الرياضة اليوم عشتها اليوم العشية, يعني في فضاء زادة تم تهيئته معناها بصفة ممتازة. نشكر, نحب نشكر كافة إطارات وزارة التربية, المدرسين, الإداريين, الناس اللي أشرفت على التنظيم. الحقيقة كانت ناجحة, دور نهائي الجهوي لألعاب القوى الكروس كونتري اليوم بفسقية الأغالبة, ومبروك للمتوجين ومعناها اللي كانوا موجودين, حتى سي فتحي بن غانم كان موجود معنا غادي وحضر على الأدوار النهائية هذه. أكيد يوم ممتاز رياضي. سي عبد المجيد الدخل متاعك. أولا نساعد بكل شيء مش نحكي على حبيبك سي فتحي على المباشر هذا في الديريكت تحبين مش نحكي على بتبعت الحال. هو عادة سي فتحي سي شكري مثل التظاهرات الكبيرة العالمية كما ديما تخلي أرقام وراه,
فالرقم الصعب اللي راه هنا في الكوب دو مونت هذه هو الحقيقة الجمهور التونسي في قطر تقريبا العلامة البارزة وخلق ما ولا فينومين تقريبا هو يظهر لي إذا كان مش ما يكونش أحسن جمهور منتخبات الوطني. فنحب أن بطبيعة الحال نعرج وأكيد نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش الجماهير التونسية شنو عاملة غادي في 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 قطر. وآخرتها اليوم ثم عرس تونسي والجماهير كل تقريبا برشا جماهير حضروا جماهير تونسية حضروا العرس التونسي هذا معناتها بكل نقولوا احنا بنضفرين الشنعة يعملوها يعرفوها والأجواء اللي خلقها وخلقتها خد حتى أنه يعني برشا جماهير تفاجأت بالله وثم ملاعبي من الدنمارك في قلق ما كنتش نتصور معناتها الجماهير التونسي بالطريقة هذه وتقريبا أكثر جماهير المحاضرة اللي في المنتخبات جماهير تونسية احنا نحكي على 40,000. فالاخر الاخبار ان شاء الله بتو بعد زيدوا نسر عليها حمدي فريد تقريبا جي قرابه 5,000 محب اخر جايين من اوروبا ولبعض الدول العربيه الاخرى تقريبا ممكن غدوا ان شاء الله مع المنتخب الوطني نتصور ما اقلش من 45,000 متفرج. سعر التذكره سي عبد المجيد وصل للمليون ونص تونسي اليوم في السوق السوداء يعني مقابلة تونس وأستراليا ومع ذلك يشريها جمهور تونس. نشوفوا بعد مع بعضنا التيكي قداش وصلت اليوم باعتبار غدوة المقابلة زاد التحق بين سي فتحي بن غانم. باش نرجعوا تو للموضوع متاعنا والحصة متاعنا أكيد شكر خاص دخلت سي فتحي دخلت سي فتحي عندي خرجة سي شكرا. مرحبا بكم مرحبا مستمعين حياة فهم وسعد مجيد مرحبا بك ولينا من الجمعة للجمعة إن شاء الله جمعة مباركة. سي عبد الله ما يسالش تأخير شكري بارك الله فيك. سي عبد المجيد صحيح تو كنت تحكي على الجمهور لكن من حق صحيح احنا نفرحوا بالجمهور لكن ستام فينومين مونديال راهو تو كي نوصل البارح توصل معناتها مع البرازيل كارتيه كامل كيفاش يدهنوا فيه في كان سبشر ما قلت هذا الفينومين نتاع خلق الفارق انا الجماهير التونسيه خلقت الفينومين بيبليك فينومين بيبليك بالنسبه للمونديال سي المونديال هو فوتبول سي الفينومين بيبليك اي بيان سي دونك كل معناتها الناسيون نتاعهم احنا الحاجه الايجابيه هي الواحد هذاك اهم خلف سين بي معناتها سيرتو معناتها بالنسبه معناتها البيبليك البرازيليان ولا المكسيك ولا معناتها الانجليز اما البيبليك التونسي مش مستانسين به هذيك الظاهره هي ظاهره بالحق اللي دارت في معناتها البلدان خاطر في البلاد العربي هذاك علاش معناتها البيبليك نتاعنا وبالحق انا البيبليك رايع رايع بصراحه بتمام كلمه اللي وان شاء الله يكون هو الدافع وهو ان شاء الله المنتخب غدوه يهدي له الانتصار ان شاء الله الانتصار يكون للمنتخب التونسي. هذه كانت الدخله باش ندخل في صلب الموضوع اكيد ما نجم نشكر كان المخرج نتاعنا احمد المخلوف اليوم اللي يرجع للتشكيله الاساسيه الى جانب محمد سيف الدين بولعريس انس الهمامي في تنسيق المكالمات الهاتفيه. باش نبداو بالجزء الاول نتاعنا عبد الله نحب نعمل تعليق على الجمهور معناها تو جاتني من محو الفكره وحي اللحظه من وحي اللحظه انا وكان جيت من منظمين دوره كاس العالم نساعد المنتخب الوطني التونسي باش يوصل من الاقصى لانه بحافظ على الجمهور بحافظ على الجمهور لانه يعني من نجاح المقابلات هو التواجد الكثيف تاع الجمهور التونسي ونحن نحبوا نحافظوا على الجمهور هذاك علاش خرجنا للشارع القيرواني. امنا لكم الروبورتاج التالي ثم نرجع للتعليق ان شاء الله غدوه حي ان شاء الله الاولاد يعملوا حاجه وكيما خويا كيما برجلي الروح نتاع العيدوني برجلي اللي كان سلكي بالروح نتاع العيدوني باذن الله خويا اثنين بلاش نخرجوا رابحين وشيخين ومره جاي مساج مع فرنسا تسترجل معنا تعطينا نيول نتعداو دور النهائي وهذا خويا انجاز تاريخي لتونس ان شاء الله غدوه حي خويا ان شاء الله في المكتوب الربح وربي معانا وان شاء الله ربي ينصرنا وهذاك واحد يقول عجبتني نتاع قال لي مال جمهور يا بابا عند النصور يا بابا ان شاء الله مربوحه لتونس ضد استراليا ونحبهم يلعبوا كيما عملت ضد الدنمارك وبالاخص العيدوني لازم يلعب بالكدا نفس الريتم اللي لعبنا به المره فاتت ضد مارش الدنمارك وان شاء الله مربوحه وحسب توقعاتي انا 2-1 لتونس ان شاء الله مربوحه غدوه كونتر استراليا ان شاء الله نربحوا بسكور 2-1 وان شاء الله يهبط من البريمير ميتون يهبط حنا بعد المجبري ويبدل التكتيك شويه
وان شاء الله نربحوا، وان شاء الله ديفونس يكون اغريسيف كالعاده، وان شاء الله نلعبوا بالقليب، وان شاء الله مربوحه، ان شاء الله حتى 3-1 نجموا نربحوا. ان شاء الله معنا ربي، وان شاء الله يربحوا على الاقل 1 بليش على الاقل. ان شاء الله مربوحه، ان شاء الله ربي معانا، وان شاء الله المره اللي فاتت لعبنا ما ان شاء الله نلعبوا مخير، وان شاء الله مربوحه 3-1 2 بليش، ان شاء الله مربوحه، وان شاء الله العيدوني يكور بالقدي ويماركينا المره اللي فاتت وصل بس يفرحنا، ومن بعد قص علينا ان شاء الله المره هذه يفرحنا. بس اللي فات لعبنا كره مزيانه عندنا برشا، ما شفناش المنتخب بيلعب التكوير هذيك فهمتي، وبالرغم من تظلمنا خاطر حلوها بلانتيات اصحاح فهمتي، وان شاء الله ان شاء الله غدا يفرحونا ما دام نحن الشعب خوي بالزيادات وكل يوم بالزيادات كل يوم عندنا بارتي كوره على الاقل تفردوا فيه غدا بسك الحانوت على الماتش احنا بدو جو واحد بحق تاو بسك الحانوت على القلطه على جاي الماتش، وان شاء الله يفرحونا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عدونا بارتي بي وفرحونا. تونسي تونسي معاك ربي ولي بي، تونسي تونسي معاك ربي ولي بي، مربوحة. هذه كانت بعض آراء الجماهير في الشارع القروني. تحية كبيرة برشا لزميلنا نوفل الشرطاني محمد سيف الدين بولعريس اللي أمن هالروبورتاج هذا. أكيد في الاستوديو لهنا التفاؤل باهي والأمل باهي قبل المباراة غدو. سي شكري. أكيد التفاؤل باهي والأمل باهي، لكن ماهوش بالرولاشمو ولا بال اليوم المنتخب الايراني اللي كلاه 6 المره الاخرى فاز 2-0 ورجع معناها حظوظه كامله في الترشح. هذاك علاش نقولوا راهي ما فماش ماتش كوره يتلعب معناها يتحي مع نتيجته حاصله قبل ما يتلعب. المنتخب الاسترالي ننتظروا في رده فعل نتاعو، فريق مجروح من مقابله الاولانيه نهزم فيها قدام فريق الماني اللي هو بطل العالم، لكن ما نعرفوش ردة الفعل نتاعو في المقابلة نتاع المنتخب الوطني. هذاك لازمنا ناخذ المقابلة معناها بكل جدية، ناخذ مقابلة تحضروها جيدا. يا ما نقولوش يا فريق الاسترالي كلا 4 مع الفريق الفرنسي على بورتي وفي المتناول، لكن فما حقيقة نتاع الميدان، فما حقيقة نتاع الفورمة نتاع ملاعبيتك نهارتها. ان شاء الله احنا الرغبة والروح وكل الروح القتاليه اللي شفناها في المقابله الاولى من بدايه من اللقطه الاولى نتاع العيدوني ان شاء الله تتعاود في مقابله الفريق من قدام الفريق الاسترالي، وان شاء الله التسييم نتاع الفرص معناها ممكن نعملوا احنا دفاع باهي وما نقبلوش فيه اهداف، لكن ان شاء الله نسجلوا الاهداف لانه عندنا ديما مشكله على مستوى الهجوم احنا. في انتظار يلتحق بنا بعد قليل زميلنا حمدي فريد من قطر، اكيد اخر تحضيرات المنتخب والتشكيله اللي تعتبر خلينا نقولوا المثاليه اللي باش تكون حاضره غدوه. نخرجوا فصل غنائي قصير ثم نرجعوا بلاتو.